إذا مشاهدينا، أطول سارية يرفع عليها العلم الجمهوري في طول البلاد وعرضها رفع قبل أيام في محافظة مأرب بمناسبة الذكرى 31 لإعادة توحيد الجمهورية اليمنية الذي يصادف 22 من مايو. طول هذه السارية 47 متراً، والعلم الذي رفع عليها يبلغ طوله 8 أمتار إلى 13 متراً في العرض. نصبت هذه السارية أمام ديوان عام محافظة مأرب وسط المدينة. فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، فابتدي وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملا. إذا مشاهدينا، صحيح أن رمزية بناء سارية للعلم بهذا الطول والضخامة مهمة، لكن في الحقيقة بدا الاحتفال هذا العام بذكرى الوحدة اليمنية باهتا. الحكومة لم تضع برنامجا للاحتفال، فقط مبادرات شعبية وأخرى بسيطة من قيادات السلطات المحلية كما في مأرب. في المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي بزعامة هذا الرجل، يبدو الموقف أكثر وضوحا. لا احتفال بالذكرى ينظر لها هذا الرجل ومجلسه بأنها نكبة وذكرى أليمة. أما في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، لا تشكل الوحدة اليمنية وذكرها لهم أهمية كبيرة، فهناك أمور أهم بنظرهم تتعلق بكيفية السيطرة على مأرب والبقاء على الجغرافيا التي حكمها أجدادهم الإماميون من بيت حميد الدين. على الرغم من أن الحوثيين شغوفون جدا بالاحتفالات وأحياء الذكريات كيوم الغدير والمولد النبوي ومقتل زيد ومولد فاطمة وختان زعطان وزفاف فلتان، إلا أن الوحدة اليمنية لا تمثل قيمة كبيرة بين كل تلك المناسبات. الوضع ذاته أيضا في سواحل تعز والحديدة التي يسيطر عليها طارق صالح. إذن يبدو أن الجميع منشغلون بمشاريعهم الخاصة، إلى أن مأرب وتعز في المناسبات والمواقف الوطنية دائما في الصدارة. نتابع الآن التعليقات التي تحدث بها أصحابها عن هذه المناسبة وعن سارية العلم في مأرب. يقول حمزة المقالح: لا تزال مأرب وما تمثله من رمزية للمشروع الوطني هي الصخرة التي ستتحطم عليها أحلام الكهنوت وبقايا الاستعمار. بمناسبة العيد 31 للوحدة اليمنية، اللواء العرادة يرفع العلم الوطني على أكبر سارية في الجمهورية اليمنية. أما أيمن عبد الكريم فيقول: الوحدة باقية، وما دونها من قضايا وإشكالات يمكن حلها على موائد حوار يمنية يمنية بمقتضاها، ستنتزع الحقوق المسلوبة وتلتئم الجروح التي تسبب فيها الغاصبون والمناطقيون من هنا أو من هناك. غير هذا يستحيل أن يحدث مهما كان حجم المؤامرات والإملاءات المتربصة بكيان عظيم كالوحدة اليمنية الراسخة. العندليب الأسمر له رأي مختلف، يقول: الوحدة باعتقادي شبعت موت، كنا قبل الوحدة شعب في دولتين، والآن أصبحنا شعبين في دولة، لم يبقى شيء من ذلك اليوم. نعم، يقول: لم يبقى شيء من ذلك اليوم البهيج لدى معظم اليمنيين المعاصرين للحدث، دمار وخيبات، واليوم انقسام غير مسبوق، فالذين صنعوا الحدث غابوا عن الساحة السياسية، لكن البلد يشتر تركة فشلهم الثقيل. الحقيقة الوحيدة هي أن الوحدة صارت جزءا من الماضي، والانقسام لم يعد لشطرين بل لأشطار عدة. عصام الأحمدي يعود إلى رأي من سبقوه، يقول: مايو ذكرى وذكريات تتجدد، أشاهد وأكرر ألبوم خيلت براقا لمع،
والعديد من الأناشيد والأغاني الوطنية، ومع كل مرة أشعر بحرقة وألم ودموع تنهمر. شاهدت احتفالات العيد العاشر وبقية الأعياد الوطنية وحجم الحروض العسكرية والكنفالية التي كانت في المنصة. دوت في مسامعي أصوات العروض العسكرية وهي تردد بصوت واحد وخطوات موحدة، جندي ثورة يحمي الوحدة. إلى تغريدة أخرى أو إلى منشور آخر على الفيسبوك، يقول عبد الخالق عطشان أبو المجد: قبل أن يكون 22 من مايو التئام الجغرافيا اليمنية التي مزقها المحتل الإمامي والبريطاني، فإنه يوم أكد فيه الشعب اليمني على هويتهم اليمنية الأصيلة والتي ظلت عصية على المحو والإبدال، وهو يوم تجلت فيه الحكمة اليمنية من المهرة إلى صعدة، ويوم مشهود توجهت فيه الحشود. إذا مشاهدينا، ينظر للرئيس السابق علي عبد الله صالح بأنه محقق الوحدة بشراكة مع علي سالم البيض، بينما ينظر له آخرون بأنه أجهض الوحدة بممارسات الإقصائية بحق من كانوا شركائه بالأمس. لكن بغض النظر عن الشخصيات والشخوص، تظل هذه المناسبة كيانا واحدا في وجدان اليمنيين التصقت بذكرياتهم الأليمة خلال فترة الشطرين في الشمال والجنوب، ورأوا الوحدة هي خلاص من الشتات بين العائلات وسبيل الوحيد لنهضة البلاد. وبينما كان من المفترض أن يلقي رئيس البلاد كلمته بهذه المناسبة من داخل عاصمة دولته، ألقى الرئيس عبد الرب منصور هادي خطابه من محل إقامته في الرياض التي يقيم فيها لست سنوات متتالية. نعود الآن إلى تعليقاتكم حول هذه المناسبة أيضا. يقول أصيل سارية: بالنسبة لي 22 مايو هو أعظم يوم في تاريخ اليمن بعد 26 من سبتمبر 62 1901 و14 أكتوبر 1963. سنحتفل بالوحدة طالما بقيت، وإن حصل الانفصال أو فك الارتباط سيظل 22 من مايو عيدا وطنيا عشنا وتربينا على حبه. شهاب الحامد يقول: والآخر، الوحدة التي لا تحقق المواطنة المتساوية ولا الحد الأدنى من حق المشاركة في السلطة والثروة والتنمية والوظيفة العامة لا تستحق الاحتفال، ناهيك عن الاستمرار، فكيف بمن يشن الحرب على أهله دفاعا عنها؟ ميثاق الشرعبي من قناعة راسخة يقول: من قناعة راسخة سأقف ضد أي حركة مسلحة من أي جهة كانت أو طائفة أو حزب تستخدم السلاح ضد إقامة دولة مدنية تحافظ على حقوق الجميع ومن مسافة واحدة. ثانيا، ضد تقسيم اليمن تحت أي مسميات رنانة، سواء شطرية أو أقاليم أو غيرها. نحن مع دولة واحدة اندماجية مدنية تحافظ على حقوق المواطنين شمالا وجنوبا. مصعب عفيف هو الآخر يقول: اختزال الوحدة اليمنية في شخص بعينه أو مكون سياسي أو سلطة ينتقص من حجمها وأهمية المنجز الذي كان حلم اليمنيين أجمع في الشمال والجنوب. دعوات التشطير إن كتب لها نجاح ستكون أكبر انتكاسة تعيشها اليمن في تاريخها الحديث، وخسارة مؤذية لكافة اليمنيين. أخطاء الماضي يجب أن تعالج مع حماية مكتسبات اليمن الجمهورية الواحد والقوية. إذا مشاهدينا، برأيكم، ونحن ننظر اليوم إلى تقسيمات بين المحافظات والفرز على أسس مناطقية، هل تعتقدون أن بريق الوحدة والتعايش سيعود مجددا أم لا أمل في ذلك؟ شاركونا آراءكم أسفل الفيديو على اليوتيوب. فاصل قصير ونعود.